كهربا مش شبهك في الكوره؟ كهربا عنده طبعا عنده شخصيه ان هو ازاي يخش على الدفاع، ما عندوش سرعاتي يعني، انا كنت اسرع شويه يعني. انا نفس محمد صلاح كنت في حته عايز اكلمك فيها. كنت بتكلموا تقولوا ايه؟ تحطوا فرقه بتاعت منتخب مصر في الاجيال والحاجات دي، فدايما انتوا دلوقتي بتيجوا تكلموا تقولوا مين احسن لاعب، مين الاسطوره، مين القرن، مين مهم. في فرق بين السرعات وبالتالنت. يعني انا نفسي كنت بيقولوا عليا من احسن الناس اللي لعبت كوره مثلا، بس ده حقيقي، وبجري وسبرينتر وبتاع ومعرفش ايه، وبترقص وانت بتجري يعني، بس في بيبقى جنبي حاجات حلوه بيبقى في لعيبه تانية بتفرج عليها في الفرق التانية تالنتد. يعني هكلمك مع محمود الخطيب مثلا، ده موهوب، لمسته للكوره، بتعامله مع الكوره ما اعرفش ايه. لو بقى كملت مع محمد صلاح ده خلاص ما حدش يجيبه، لا يعني ده ميسي. محمد صلاح عشان يوصل لميسي دي قصه تانية. ميسي ده في قصه ومحمد صلاح ده في حته بتاعته هو. انما لما اجي اقارن بمنتخب العالم مثلا، ما اقدرش اقول فاروق جعفر ده ما كانش احسن بلاي ميكر في مصر مثلا. حاسس حتى ده يعني شايف في ظلم ان يعني انت تختار في ناس التشكيل الامثل مثلا. حسام حسن لابد ان يكون لابد ان يكون موجود، عميد الكوره ومش عارف ايه، قصه كبيره جدا. قصه كبيره. انما محمود الخطيب حسن شحاتة. محمود الخطيب ده بتقعد تتفرج عليه حسن والله العظيم ما كانش عشان حاجه حسن شحاتة لما تقعد تتفرج عليه، على ابو جريشة يا نهار ابيض لما تقعد تتفرج عليه. يجي معايا انا بقى مين؟ ما ناس مش مجتهده، لا ناس عندها زي الشاذلي مثلا. تقدر تنسى الشاذلي؟ يا نهار ابيض بالشوتنج باللعب بالمعرفش ايه، وهداف الدوري على طول، وعنده ملكه، عنده تالنت معين بينفذه جوه الملعب.